لكن خلي بالكم احنا تعرضنا لما يعني لازمتين، الازمتين دول احنا ما كناش سبب فيهم خالص. يعني الازمه كورونا اللي كان ليها تاثير كبير جدا على العالم احنا مش السبب فيها، وحتى الحرب الروسيه واثرها احنا برضو كمصر يعني ما خدناش قرار ورطنا فيه الدوله المصريه، وبالتالي انعكاس ده هو يعني القرار الصعب او القرار الخطير او اي اجراء في عدم رشد من الدوله هو تسبب فيما نحن فيه. احنا في ازمه صحيح، وانا بتكلم معاكم بمنتهى الوضوح، احنا في ازمه صحيح، لكن هو تحدي من ضمن التحديات كتير اللي احنا قابلناها. هو احنا تحدي الارهاب اللي احنا قابلناه خلال من 2011 و12 هو كان في ناس تقول يا ترى الموضوع ده هيخلص ولا مش هيخلص، موضوع الارهاب ده هيخلص ولا لا، الاستنزاف بتاع مواطنين شباب مصر والحاله بتاعت عدم الاستقرار ديت هتنتهي امتى. وكنت انا اقول لكم ان شاء الله بجهد الناس وبدم المصريين هينتهي، والحمد لله رب العالمين. واحنا بنتكلم كده برضو في برنامج لتطوير كبير قوي لاهالينا في سينا، لان ده برضو حق لهم، وانا بتكلم عشان برضو رسالة توصل لهم. صحيح